إذا قيل ما حكم القصائد والمدائح النبوية التي ربما تعلن في وسائل الإعلام أو يعتنى بها خارج المملكة، وربما لحنها بعضهم في مجتمعنا بألحان أو بآهات تلك الآهات في أصلها محرمة لا تجوز شرعا، ثم إذا به يأتي بهذه القصائد التي بها مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقل معظم تلك القصائد والمدائح فيها غلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضاه، بل في بعضها شركيات بها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، توصل منه صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، هو عبد الله ومنزلته عند الله أنه رسول الله، لا إفراط ولا تفريط، ليس كحال اليهود والنصارى، النصارى يغالون مدحا واليهود يغالون قدحا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال المجدد رحمه الله، قال: هو عبد صلوات ربي وسلامه عليه، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب.